قال لي كده بالظبط، قال لي انا بحبك وبحب ابوك. فبص كده استاذ محمد مجدي قال له اللي هو عايزه اعمله له. فيعني عارف انت، بس خلاص على كده، قال لي اللي هو عايزه يعمله له. فالطريقه والاسلوب، عارف انت، حسيت ان انا مش بعيد عن التعاملات بتاعت النادي الاهلي. تمام، انا بتعامل في النادي الاهلي كده. تمام، النادي الاهلي خش يمضي على بياض وهم خلاص تقدير ليهم هم. بالظبط. فانا حسيت نفس المعامله منهم، فحسيت ان انا اطمنت شويه. فمن هنا خدت قرار ان انا ابتدي بقى، لا عايز العب، عايز اشارك. فهو ده اللي سهل عليا القرار شويه بقى، ان انا امشي من النادي واروح العب. فعلا اداره محترمه ونادي محترم جدا، وفعلا من انجح سنه ونص في حياتي كان في مصر المقاصه، وانا سعيد جدا بالفتره دي. وان شاء الله السنه الجايه كمان باذن الله اعمل موسم كويس جدا بمسانده زمايلي والجهاز الفني باذن الله. باذن الله. تعالى نرجع ايام ما احنا كنا في النادي، وكان حضري وكان امير وكان الشناوي وكنت انت، كنت اربع حراس. وطبعا حضري وامير، طبعا انت عارف بقى حضري وامير طبعا اساسا كان طبعا احنا كنا صغيرين لسه طالعين. وانتوا عايزين يبقى ليكم مكان. بعد كده الحضري مشي المشكله بتاعته، وبعد كده امير وقف شويه، وكان انت والشناوي، بعد كده الشناوي مشي، وبعد كده انت. قول لي اللي كان بيجي في دماغك، وامتى بقى حارس النادي الاهلي، ولما بقيت حارس النادي الاهلي وبقيت كويس وما استنيتش ليه، والدنيا بعدت عني ليه؟ قول لي برضو الافكار، دخل الناس في دماغك شويه. بص احنا بقى في بيتنا فنتكلم بصراحه. اتكلم طبعا، يعني مسيبك من كلام البرامج وانا لا لا ما انت عارف، وانا ممكن اقلع الجاكيت لو عايز. لما طلعنا كنا بنبتدي، كابتن احمد ناجي كان بيطلعنا من واحنا 16 سنه، فاحنا كنا لسه بقى صغيرين، ما فيش بقى خالص في دماغنا نلعب في الفريق الاول. دي هي القصه، ان احنا نطلع بس نشوف النجوم دي بالنسبه لنا كانت خضه. فهو بصراحه كان عنده، كابتن احمد ناجي كان عنده رؤيه ان هو يطلعنا انا ومحمد الشناوي، كان يعني كان احنا اخر جونين كويسين في في القطاع في المجموعه. حتى قعدنا بعد كده ما فيش جون طلعت بعدينا كتير سنين، يعني اكتر من 9 10 سنين ما فيش جوان موجوده لحد الجوان دلوقتي. مصطفى شوبير واحمد طارق سليمان، يعني اكتر اتنين هم كوادر للفريق الاول. تمام. فكان عنده رؤيه ان هو يطلعنا نحتك باللعيبه وناخد خبرات، والرهبه بتاعه النجوم نشوفها عشان تروح مننا شويه. فما كانش في دماغنا قوي ان احنا نلعب في الفريق الاول. ابتدت بقى الطموح ده يبان لما كابتن عصام الحضري مشي من النادي. تمام. كنت ساعتها انا متأيد، انا وامير عبد الحميد والكابتن عصام الحضري، كنا متأيدين في افريقيا، وكابتن عصام مشي ومبقاش في امير. فحسيت بقى ان الموضوع دخل في الجد بقى. برضو خلي بالك انت لما تكون صغير وطالع رقم ثلاثة، انت مش في الصوره، انت بيأهلوك بالظبط، لكن انت عارف ان انت كده كده الحضري ده لما بيموت مش هيطلع من الملعب خلاص. لما يكون ايه بتقول لي بقى، يعني لو ميت مش هيطلع. وامير بعديه، يعني يوم ما الحضري يحصل له حاجه امير اللي هيلعب، فانت كده كده مش في الصوره. فجاه انت بقيت رقم اتنين، انت ممكن تلعب. وفعلا لعبت في السنه اللي الحضري مشي فيها في 2007، انا لعبت مع الفريق مع مستر مانو جوزيه. تمام. ففجأة بقى ابتدى الطموح بقى هنا بقى. ابتديت احس ان انا ايه ده، لا ده الدنيا قريبة، ده انا في وسط النجوم، ده انا بنزل الملعب الاقي كان ساعتها الجمهور موجود بيملى الاستاد. كانت حاجة تحفة. الجمهور كله احمد يا عادل، وانا كنت لسه يعني عيل صغير. فمن هنا ابتديت بقى لا الموضوع يخش في الجد، والموضوع بقى لا انا حسيت ان لا في حاجات لازم في التفكير وفي دماغي تتغير. بصراحه كانت نقله كبيره جدا ان كابتن عصام الحضري يمشي من النادي، دي كانت بالنسبه لنا وبالنسبه لجيل كامل نقله يعني. تمام. انا ببدا معاك، انا بحاول ادخل الناس بقى في حياتي.